حلقة جديدة من هوليوود بالشرق. محمد عادل إمام بيعود للتألق سينمائياً من خلال فيلمه الجديد لص بغداد. احنا عاملين أكشن مختلف جداً على السينما المصرية، عدد ساعات مهول من الأكشن، الموضوع كان متعب لينا كلنا. تريلر عجبني جداً، ألف مبروك ومنه لأعلى يا محمد. داخل بلاتو ولاد امبابة، سيد بيحب لغاية دلوقتي أكتر من واحدة، مش عايزة جوان بقى يا جماعة. مسلسل عامر بكمية كبيرة من النجوم، ما شاء الله بلوندية جميلة كده. صبغة دي صبغة. أنا صاحب قهوة، قهوة أبو الليف. الولد شربكوا حاجة ولا لا؟ لا والله، يعني أبيض بنت بقى اللي هتيجي التوبة عن كل ده في أحداث في إطار درامي لايف. ولاد امبابة ولاد جدعان بس غلابة. يلا امبابة بابا. حفلتنا النهاردة مع نجم الغناء العربي علي الحجار. تاريخ مصر ممكن هو يكون مسجله في الدراما وفي الغناء. يعود النجم خالد النبوي للسينما مرة أخرى من خلال فيلم يوم وليلة. مبسوطة أكيد يعني بعرض الفيلم، ويا رب يا رب يعجب الناس. قدمة فيه دور مختلف، محاسن، بيعت الكرشة والمنبر والسقط في السيدة زينب. هاجي أكل من عندك. اوعى.